الثلاثون من مارس من عام 1888 تولى السلطان خليفة بن سعيد بن سلطان الحكم في زنجبار لمدة عامين تقريبا، خلفا لأخيه السلطان برغش بعد وفاته. وقد تولى الحكم في وقت حرج كان فيه التكالب الاستعماري على شرق إفريقيا قد بلغ ذروته، بتجريد زنجبار من سلطتها على ممتلكاتها الإفريقية في البر المقابل من خلال الاتفاقية الإنجليزية الألمانية عام 1886. والسيد خليفة هو الابن السابع عشر من أبناء السيد سعيد بن سلطان الاثنين والعشرين، وقد ولد بقصر بيت لمتوني عام 1852، وتوفي في قصره الريفي وعمره 36 عاما، وخلفه أخوه السيد علي بن سعيد. الثلاثون من مارس من عام 1947 توفي أبو الفضل الشيخ محمد بن عيسى بن صالح الحارثي المولود سنة 1898، هو من بيت علم ورئاسة في ولاية القابل، كان أميرا وأديبا وشاعرا بليغا، استفاد كثيرا من مجلس والده الذي كان يعج بالعلم والعلماء. من آثاره العلمية والأدبية ديوان أبي الفضل الذي اشتمل على أراجيزه في الرحلات ومطارحاته الأدبية وأشعاره في الفروسية التي كان يعشقها وغيرها من المواضيع. الثلاثون من مارس من عام 2009 ناقش مجلس الدولة سبل حماية الوظيفة العامة.